الهيئة لم تأتي للانقلاب داخل المؤسسة العسكرية، بل أتت لدعم ومساندة القيادات الحالية للمؤسسة العسكرية. بهذه العبارات بدأ اللواء محمد الصوملي تدشين فعالية ورشة مناقشة الحقوق المادية والمعنوية لمنتسبي الجيش والأمن، والتي شارك فيها العديد من القادة العسكريين في الجيش والأمن. استشعارا بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعا، وانطلاقا باتجاه التعريف بالرأى والتطلعات للهيئة الوطنية للحفاظ على القوات المسلحة والأمن، وإيفاء على ما تم إقراره في الاجتماعات واللقاءات العديدة، تم الخروج بتحديد ملامح واتجاهات العمل المستند على ضرورة الإسهام والمشاركة بتقديم الدراسات والتصورات التي من شأنها خدمة منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية. الورشة قدمت فيها العديد من الأوراق من القيادات العسكرية والأمنية، والتي ناقشت الإعداد المعنوي للمقاتلين ودورتان في رفع القدرات القتالية للقوات المسلحة والأمن، كما تم استعراض مصفوفة الحقوق المادية والصحية واستعراض المواد القانونية لحماية رجل الأمن والشرطة. يجب أن أركز على التالي: ضرورة بناء الروح المعنوية وتعميق الولاء لله ثم الوطن، غرس روح الجماعة وحب الوحدة وتحصين المقاتلين، أعادة النظر في مرتبات القوات المسلحة والأمن والعلاوات والحوافز والأجور، أعادة النظر في قانون التقاعد، تفعيل صناديق الأسكان، الاهتمام بقضايا المساجين، الاهتمام بالرعاية الصحية، توفير الحماية القانونية لمنتسبي القوات المسلحة، مطالبة مجلس النواب بسرعة المصادقة على المشروع القانون الذي قدم من الحكومة والخاص بحماية أفراد القوات المسلحة والأمن. أوراق العمل شهدت تعقيبا ملخصا لأوراق العمل، وطالبت الحكومة بتوفير الحماية القانونية والصحية والمادية لرجل القوات المسلحة. إن الهيئة وفي سبيل عرضها لرؤيتها حول العديد من الاختلالات التي عانت وما زالت تعاني منها مؤسستنا الدفاعية والأمنية، وكان لها الأثر السلبي الكبير في تدهور أوضاعها وفي تدني أداء منتسبيها وإسهاما من الهيئة في تقييم بعض الحلول للتجاوز تلك الاختلالات. البيان الختامي للورشة طالب برفع رواتب أبناء القوات المسلحة والأمن ومساواتهم بالبدلات والعلاوات نظير جهودهم وأدوارهم الميدانية القتالية، وتحسين مستوى التغذية ورفع نسبة الدعم المخصص لها، وإطلاق مشروع التأمين الصحي والاجتماعي لرجال القوات المسلحة والأمن. كما طالب البيان النهائي للقوات المسلحة والأمن الوقوف ضد أي قوى تسعى إلى إسقاط المؤسسة العسكرية الحامي لمقدرات هذا الوطن.